بعد شوية عمتي. لا لا بس ما أبي ما أبي. ليش الله يهديك؟ أنت توك والدة، هذا يقوي عظمك. مو مشتهية. صدقين يوم يجي بالريم ناخذ عمران ما دش عليه إلا عقب أسبوعين وقال لي الحمد لله على السلامة. هالمرة يمكن يدش عليه عقب شهرين ويمكن أكثر. أنا ماني جاي أقولك الحمد لله على سلامتك، ترى أنا للحين في قلبي حرة عليك وعلى الخدعة اللي خدعتيني فيها أنتي وياها. أقولك بصراحة أنتي ما منش فايدة يا أم البنات، وأنا كنت أمني نفسي وأقول ياك سلطان يا نأخذ عمران. إن شاء الله عمي بتجيب لك الولد. بس سكتي. إن شاء الله حاضر. الحين إذا طلعت من البيت شو أقول حق الناس؟ شو أقول حق الرجال؟ أقول لهم مرتي جذبت علي ويابت لي حمدة؟ أنا شو أسوي في حمدة؟ قولي لي شو أسوي فيها؟ أنا أبي ولد، ولد يشيل اسمي ويخلفني. لكن أنت السبب، أنت السبب يا أم البنات. لكن أعرف شلون أداويك.